انقطع تروح لامين، امين بيلعبها لمارادونا، بمارادونا يصلح البندر سرور، وبندر سرور يحطها في حلق المرمى بنفس الطريقه اللي سجل منها مارادونا الهدف الاول، بنفس الطريقه اللي سجل منها مارادونا الهدف الاول. بندر سرور سجل الهدف الرابع للاهلاوي، الاهلاوي من تمريره حلوه لعب له هي مارادونا، ف بندر سرور وجد انه الحارس الدنماركي خرج من المرمى، فراح حطها من فوق راسه في حلق المرمى، ما استعجل صوبها في جسم الحارس او اطاح بها برا، شاف الحارس